معايا النهارده الملحن الكبير استاذ صلاح الشرنوبي. ارحب بيكم، بقول لك النهارده الافتتاح فعاليات مهرجان الموسيقى العربيه. تحب تقول ايه النهارده؟ والنهارده بيكرموا الخال الراحل عبد الرحيم الابن. يعني اقول طبعا حاجه عظيمه ان يعني بعد ما قدم الخال لمصر، فمصر بتقدم له في اول مهرجان بعد رحيلي، بتقدم له باقة من عظمته والقيمة الفنية اللي قدمها لمصر، فيعني عرفانا بالجميل لازم تقدم له هذا الشكر والعرفان. فدار الأوبرا الحقيقة وكل مؤسسات المنوطة بذلك هي يجب أنها تحفظ الموسيقى العربية خوفا من الضياع، والحمد لله أنا شايف أن ده بيحصل واحدة واحدة في المرحلة القادمة إن شاء الله.